السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة استثنائية من حضرموت اليوم. نبدأ الحلقة بالعناوين. النخبة الحضرمية شرعية أم ميليشيا؟ ما زالوا رهن الاعتقال، إلى أين وصلت قضية الصحفي عبد الله بكير ورفاقه؟ أثارت تصريحات وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية محمد الحضرمي سخطاً واسعاً واستياءاً كبيراً، وخاصة ما وصف النخبة الحضرمية بالميليشيا. هذا الوصف الذي أخرج النخبة الحضرمية من سياقها الشرعي والقانوني، وهي التي تعد سياجاً أمنياً قوياً لأمن واستقرار حضرموت وبالذات في مديريات الساحل. في موضوع حلقة هذا اليوم نتحدث عن النخبة ونسأل: النخبة الحضرمية شرعية أم ميليشيا؟ يسرني أن أرحب بضيفي العزيزين القاضي رائد محفوظ اللرضي رئيس النيابة التخصصية الجزائية لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى. أهلا بك قاضي، أهلا وسهلا بك. كما يسرني أن أرحب بالأستاذ محسن سالم نصير القيادي بمؤتمر حضرموت الجامع. أستاذ محسن مرحبا بك. حياك الله. دعني أبدأ بالقاضي رايد. قاضي رايد، نتحدث عن الإطار القانوني للنخبة في ظل معطيات المستجدة، في ظل تصريحات تشكك أيضا في شرعية النخبة. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة الكريمة. النخبة الحضرمية هي أحد التشكيلات العسكرية ضمن قوام الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية. وجاءت تسميتها بالنخبة نظرا للمهام، طبيعة المهام الملقاة على عاتقها، وهي مكافحة الإرهاب وتحرير ساحل حضرموت من التنظيم القاعد الإرهابي الذي جثم على مديريات الساحل طيلة 13 شهراً أذاق الأهالي الأمرين، وجاءت التسمية من هذا المنطلق. طيب قاضي رايد، دعني ندعوكم أنت والأستاذ محسن، لدينا تقرير حول هذا الموضوع، ونعود لنستكمل السياق القانوني ونستمع أيضا للأستاذ محسن نصير حول هذا الموضوع. نتابع التقرير أيها الأعزاء. قبل 4 سنوات من اليوم لم تكن المكلة هي المكلة لتتحول العروس إلى أرملة تنوح على فقدان مدنيتها وسلامها الذي تترجمه بيوتها المطلية باللون الأبيض بسبب احتلالها من قبل جماعة تنظيم القاعدة. لم تكن المكلة لتستعيد نقاهتها من جديد لولا عزيمة الرجال الأشاوس من أبناء حضرموت وبمساندة من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تشكيل كيان عسكري شرعي يطوق حضرموت بالأمن والأمان. النخبة الحضرمية، هذا المسمى الذي وقع عليه الاختيار ليكون رمز الانتصار للرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لتنعم حضرموت عموما وساحلها تحديدا بأمن لم يشهد له مثيل في ظل سيادة الدولة قبل أن يغتصبها المتمردون وليهاجر ممثليها الشرعيين دوليا وتحتضنهم دول الجوار، وليتجرأ بعضا منهم وهم خارج أسوار هذا الوطن المجروح لينعتوا النخبة الحضرمية بالميليشيا بسبب مناكفات داخلية بين أطراف حكومة بلادنا المشلولة. وزير الخارجية الحضرمية الذي وصف قوات النخبة الحضرمية بميليشيا غير نظامية
يلفت الأضواء نحوه لأنها تبدو خافتة في عالم السوشيال ميديا. راح يدلي بهذه التصريحات العوجاء كاعوجاج مسار حماية الشرعية لنفسها منذ ما يزيد عن 5 سنوات حتى بات الريال اليمني في حضيض الاقتصاد العالمي. ولم يعد لدينا ما نفخر به في بلاط الشرعية غير رجال نخبتنا النزيهة الذين رغم توقف رواتبهم نحو أكثر من 6 أشهر لأنهم ما زالوا مرابطين في الميدان لأن ولاءهم للوطن. قائد المنطقة العسكرية الثانية وقائد تحرير المكلا اللواء الركن فرج سالمين البحصني أبدى استنكاره من الهجمة الممنهجة ضد قوات النخبة وطالب خلال رسالة رسمية وجهها لرئاسة الجمهورية باعتذار من وزير الخارجية الذي وصف النخبة بالميليشيا ونسي أنها تأسست بقرار جمهوري. تبعه بعد ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي استهجن ذلك الوصف وأكد على أن استغلال وتصنيف القوى العسكرية بالمكلا سياسيا عبث خطير وغير مسؤول ولن يسمح به. بصراحة نحن نستنكر وندين الهجمة الشرسة ضد النخبة الحضرمية أنهم يقولون النخبة الحضرمية هي ميليشيات، هي من حررة حضرموت في ساعات معدودة من تنظيم القاعدة. النخبة الحضرمية هي تعتبر الركيزة في الأمن والاستقرار في حضرموت، يعني النموذج يحتذبوه في المحافظات المحررة. فنحن نستغرب أن يكون يعني أعلى شخصية دبلوماسية في الشرعية وأيضا في الوطن وهو يقوم باتهام قوات النخبة الحضرمية بأنها ميليشيا، رغم أن قوات النخبة الحضرمية مشكلة بقرار جمهوري صدر من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. الاستياء تجاوز الجهات الرسمية فحتى المواطنين من أبناء حضرموت لم يقبلوا بهذا التوصيف الذي يقزم من حجم أدوار النخبة الحضرمية في مساندة الشرعية في أن تبقى حضرموت الحاضنة لمناشط الشرعية ومنعقاد مجلس النواب في سيئون إلا خير شاهد على هذه الفرضية. قدم الحضارم المئات من أبنائهم في سبيل تضميد جراح الوطن الذي نزف شمالا من أهله، وبقي الحضارم يقدمون التضحيات تلو التضحيات في سبيل حماية سيادة البلاد المبعثر نصفها مع جماعات ولائها لشيوخ القبائل لا لتراب الوطن. فالسؤال يتجه بنفسه إلى معاليه، فيا ترى إلى أين تتجه بوصلة العشوائية والميليشيا في الحقيقة؟ كما تابعت أعود إلى القاضي رائد. نتحدث عن الإطار القانوني. النخبة يعني كوحدة عسكرية، نعم، هي في الإطار العسكري ضمن المنطقة العسكرية الثانية، نعم، وكل جنودها وضباطها صدرت أرقامهم العسكرية من وزارة الدفاع اليمنية، وكذلك يعني بالتالي تعتبر عسكرها جنود نظاميون، عسكر نظاميون. نعم. وصدر القرار الجمهوري في 15 أغسطس 2015 بتعيين اللواء الركن فرج سالمين البحصني قائد المنطقة العسكرية الثانية، والحق القرار الثاني في 29 يونيو 2017 بتعيين اللواء الركن فرج سالمين البحصني محافظ حضرموت مع احتفاظه بمنصبه كقائد المنطقة العسكرية الثانية. وبالتالي التشكيلات الوحدات العسكرية هذا تخضع للمنطقة العسكرية وهي من تقوم بتحديد الوحدات العسكرية، ولا يمكن يصدر قرار جمهوري بكل وحدة أو تشكيل عسكري. وبالتالي الوضع القانوني وضع سليم من الناحية القانونية للنخبة، ومن ناحية النخبة العسكرية. نعم. حضرمية. نعم. طيب أشكرك قاضي رائد. أتوجه أيضا بنفس السؤال إلى الأستاذ محسن نصير، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. الحقيقة أنا أريد أن أوضح موضوع أن النخبة الحضرمية ليس كل الأفراد المنطقة العسكرية الثانية هم النخبة الحضرمية. النخبة الحضرمية هي فرقة من أصل أفراد المنطقة العسكرية الثانية، هي فرقة كان لها شرف تحرير ساحل حضرموت، تدربت تدريب خاص ومميز وبالتالي سميت بالنخبة الحضرمية. إنما نحن نتحدث عن
المنطقة العسكرية الثانية عبارة عن 5 ألوية أنشأت بقرار جمهوري من 2015، وزي ما قال الأستاذ أنه قائد المنطقة بقرار جمهوري إصدار، وهو محافظة محافظة الآن. أركان المنطقة وكافة قيادات الألوية بقرار جمهوري صدروا، وكل الضباط يتم ترقيتهم. ضف إلى هذا أنه يعني في ما يؤكد أن الشرعية هي من تبنت هذه هؤلاء الأفراد، أنه رئيس الجمهورية نفسه زار حضرموت وطرح حجر الأساس المرحلة الثانية لكلية الشرطة. نعم. طيب، إضافة إلى هذا هناك قرار أيضا أو زيارة في 23 أغسطس، هي لرئيس هيئة الأركان العامة، زار مدينة المكلا الركن الدكتور طاهر العقيلي. هذا إيش يعني؟ نعم. طيب، ضف إلى هذا في 9 يناير 2019 رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبد الله سالم النخعي، أيوه، حضرت التدشين العام التدريبي والقتالي في حضرموت. نعم. إذا نحن لسنا بحاجة إلى أن نثبت للحضرمي أو لغيره أن هذه القوات قوات شرعية. نحن نقول أن هذا الرجل قدم إساءة وإهانة لفخامة رئيس الجمهورية. نعم. لرئيس الحكومة، للشرعية نفسها، عندما يتحدث عن جهات صدرت بقرارات جمهورية ويقول عنها أنها ميليشيات، وبالتالي قبل أن يطالب الحضارم بالاعتذار من هذا الشخص أو محاكمته، يجب أن يطالب رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الحكومة بمحاكمته، وهم يحلوه إلى القضاء ويقيلوه من منصبه لأنه قدم إساءة لهم قبل أن يقدمها للحضارم. طيب أستاذ محسن، طبعا في هناك خطاب رسمي وجهه اللواء الركن فارس سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية إلى فخامة الرئيس، يطالب بالاعتذار عبر وسائل الإعلام من وزير الخارجية. نحن أيها الأعزاء يعني في إطار تناولنا الموضوعي لمختلف القضايا في هذا البرنامج أو في قناة حضرموت، تم التواصل مع وزير الخارجية محمد الحضرمي أكثر من مرة، ويعني تركنا له حق الرد يفند، يعني ماذا يقصد بهذا الكلام، هل هو سيعتذر أم سيؤكد ما قاله، ولكن للأسف لم يرد على طلبنا. هذا لكي يعني نكون واضحين ومنصفين أيضا في هذا الجانب. ينضم إلينا الآن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الثانية ملازم ثاني هشام الجابري. أخي هشام، مرحبا بك. مرحبا وسهلا. ما هو موقفكم من تصريح وزير الخارجية، بالإضافة إلى أيضا ما هو موقفكم من موقف المكونات المجتمعية والسياسية والمدنية في حضرموت تجاه هذه التصريحات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا أول نشكر قناة حضرموت لتناول هذه القضايا المهمة لحضرموت. نحن كقيادة منطقة عسكرية ثانية استهجنا تلك التصريحات الغير مسؤولة التي على لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي، التي تعطي معلومات مغلوطة عن وجود ميليشيات مسلحة في المكلة، والجميع يدرك إلا هناك ميليشيات في المكلة، ما يوجد هو هناك أمن واستقرار، ما يوجد هو قوة نموذجية لكل المحافظات المحررة بجهات في الدولة وأيضا جهات خارجية. حققت هذه القوات أمن واستقرار غير مشهود في مديريات ساحل حضرموت. كان الأحرى على وزير الخارجية الاعتزاز بما حققته وتحققت تلك القوات بتأمينها مديريات ساحل حضرموت وإيجاد مؤسسات الدولة التي تمارس مهامها اليوم باكتدار. للأسف هناك حضرموت من يريد اليوم إقحامها في الصراع الموجود من غير النظر للمصلحة العامة، ويريدها أن تنزلق تلك التوصيفات التي غير صحيحة. ولكن أولويتنا اليوم الكبرى هو أن يعيش كل أبناء حضرموت بسلام وأمان. وخلال السنوات الماضية استطاعت حضرموت بفضل قائدها اللواء الركن فريس المين البحسني
في الحفاظ على هذه القوة من أي ترخصات سياسية، وأيضا الحفاظ عليها بالبناء العسكري المؤسسي المستمر. طيب، والجميع يدرك قوات النخبة الحضرمية وهي قوات مرقمة وتتقاضى رواتب من وزارة الدفاع، ولا نعرف ما هو المعيار حتى تصبح هذه القوات مناسبة لمن يريدها أو طيب. أخي هشام كما يريدونه. أخي هشام، الأخ المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللي هو الركن فرج سلمي البحسني يعني رفع خطابا لرئيس الجمهورية يطالبه أيضا أنه رئيس يطالب وزير الخارجية الحضرمي بالاعتذار، هل شيء وصل من هذا القبيل حتى الآن؟ هل في هناك استجابة في هذا الموضوع؟ نعم، محافظ حضرموت خاطب الرئيس بضرورة الاعتذار تصحيح ما قال حول هذه الإساءة، ولا زال المحافظ متواصل مع جهات عدة نعم في على جميع المستويات لإدانة هذا الفعل الذي جعل لسان وزير الخارجية محمد الحضرمي. أخيرا أخي هشام الجابري، كيف تقيمون موقف أبناء حضرموت، موقف المكونات المجتمعية كافة من هذه الحادثة؟ بلا شك كان هناك تضامن شعبي ورصدت عدة بيانات أبرزها ما صدر عن الكتلة الحضرمية في البرلمان، وأيضا هناك حملات وتضامن استنكار كبيرة إعلامية. أصبحت النخبة الحضرمية اليوم محل إجماع كبير لكل أبناء حضرموت. النخبة الحضرمية أصبحت من كل بيت في حضرموت وتمثل كل أبنائها جميعا، وأصبح تمثل مكسبا وطنيا عظيما لا يمكن التفريط فيه أو المساس به. ولهذا وكما أصدرنا تصريح سابق بضرورة اعتذار وزير الخارجية، اليوم نكرر ومن على منبر قناة حضرموت بضرورة ذلك الاعتذار، ولتكون اليوم اللحمة الكبيرة لابناء حضرموت جميعا خير رد على تلك الإساءة والتشويه الدور المثالي والسامي لكل لقواتنا. الملازم مطلوب اليوم من كل ابناء حضرموت ان يقفون ضد تلك الإساءة، تصحيح هذه المعلومات المغلوطة. اشكرك اليوم النخبة نعم لكل ابناء حضرموت وما حققتها شيء عظيم خلال السنوات الماضية. اشكرك الملازم ثاني هشام الجابري الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، أشكرك جزيل الشكر. تحدث أيها الأعزاء، تحدث أيضا الأخ هشام عن موقف للكتلة النيابية. طبعا البرنامج تلقى أيضا مداخلة مسجلة من رئيس الكتلة النيابية الشيخ مبخوت بن ماضي، دعونا نتابع هذه المداخلة. حضرموت الفضائية ومشاهديها في الداخل والخارج، بالنسبة للتغريدات والتصريحات التي أدلى بها محمد الحضرمي، يصف النخبة الحضرمية وهي الحقيقة عبارة عن المنطقة العسكرية الثانية التي أنشئت بقرار جمهوري، وأفرادها يشكلون المنطقة العسكرية الثانية، يصفهم بالميليشيات. ما كان حقيقة لقوات مثل النخبة الحضرمية التي انتصرت في وقت الهزائم، ما كان يجب أن تصف بهذا الوصف. وما كان خرج البحسني أن يتملشن، وهو الذي كلفه فخامة الرئيس المشير عبد رب منصور هادي، كلفه أيضا بقيادة حضرموت علاوة على قيادة المنطقة العسكرية الثانية التي تضم النخبة الحضرمية، كلفوا بقيادة حضرموت المحافظة الأكبر، بل هي تحمل مقومات أكبر من محافظة. الحقيقة أنا أتكلم باسم كتلة حضرموت النيابية، أقول أننا جميعا نفتخر بالنخبة الحضرمية، ونحن نعرف قدرها وما يميزها من تكامل وتعامل أيضا ومظهر وحزم، هو سبب التسمية في أن تسمى نخبة. نحن سنعمل مع الكتل في حالة عدم الاعتذار، سنعمل على حقنا القانوني.
إن لم تأتي معنا الكتل يساعدنا في ذلك أيضا، ثقل ووزن ووعي أبناء حضرموت، والذي لطالما حلموا وحتى ظن الكثير إن هذا ضعف، ولكن من يدريك أو ما يدريك، لعلنا حقيقة أو لعلها جاء الوقت لنأخذ حقنا ولا نسمح لأحد أن يتطاول على النخبة التي نفتخر بها أو قيادة المنطقة التي أنشئت بقرار جمهوري أن يصفها بالمليشيات. هذا تسجيل للشيخ مبخوت بن ماضي رئيس الكتلة النيابية لمحافظة حضرموت. سأعود إليك قاضي رايد، ولكن دعني أتوجه مرة أخرى في هذا أيضا المحور مع الأستاذ محسن صير. أستاذ محسن، اليوم تتعرض النخبة لوصف من عضو في حكومة شرعية. الآن الكلمة، ما هي كلمتكم لأبناء حضرموت في هذه اللحظة؟ ما الذي تحتاجه النخبة من قبل أبناء حضرموت لترسيخ دعائم هذه النخبة وعدم المساس بها؟ طبعا نحن في مؤتمر حضرموت الجامع، طبعا كان لنا شرف أنه تأسس هذا الحلف على أساس خلفية حلف حضرموت، ولحلف حضرموت هو من شارك وساهم في إنشاء النخبة الحضرمية من البداية، بعد أن رحلوا أفراد المنطقة العسكرية الثانية وسلموا المحافظة أو الساحل لتنظيم القاعدة. وأعتقد إنه الحضرمي يعتقد إنه الشرعية أو الأفراد الشرعيين هم الفرقة اللي كانت موجودة اللي سلمت ساحل حضرموت لتنظيم القاعدة. نحن ندعو كل المواطنين في حضرموت بأن يكونوا صفا واحدا للدفاع عن النخبة الحضرمية، لأنه حضرموت حرمت من سنين من أن تكون لها قوة عسكرية خاصة بحضرموت. نعم. وهذه فرصة يجب أن نحافظ عليها. أضيف إلى أنه يجب على كافة المكونات السياسية الاجتماعية منظمات المجتمع المدني أن يكونوا عند مستوى المسؤولية وأن يدينوا هذا العمل أو هذا الإساءة، ليس هذا فقط بل على الإخوة الحضارم في مجلس الشورى، في مجلس النواب، في الحكومة، أن يساندوا الأخ المحافظ وأن يقفوا معه وأن يكون هناك قرار حضرمي قوي، ليس الاعتذار فقط ولكن يكون موقف. الموقف عندما تتكاتف الناس جميعا سيأتي الموقف وسيحاسب كل من يسيء إلى نخبة حضرموت. أشكرك أستاذ محسن. مكالمة من كندا، محمد فلوقة، تفضل أخي محمد. أهلا وسهلا أستاذ غسان، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بضيوفك الكرام. تفضل. أولا شكرا لقناة حضرموت لتحت هذه الفرصة لمشاركتنا في الحلقة. تفضل. حب أن أنقل رأي من نظرة العلوم السياسية في شرعية النخبة الحضرمية. أولا بشكل عام النخبة الحضرمية أنا أؤمن وأعتقد الكثير من أبناء حضرموت يشاركون نفس الرأي، هي حضرمية ولحضرموت ولأجل حضرموت، وبإذن الله ستبقى كذلك وهي صمام الأمن والاستقرار. أما من ناحية العلوم السياسية في العلوم السياسية عندنا الشرعية تنقسم إلى قسمين، هي شرعية قانونية دستورية وشرعية شعبية أو ما يسمى بالتفويض الشعبي. فالنخبة الحضرمية قد اكتسبت كلا الشرعيتين فالشرعية الدستورية والقانونية كتبتها من خلال قرار فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وقد ضيفيك الكريمين استفاضوا في هذه النقطة. أما الشرعية الأخرى وهي الشرعية الشعبية، فما نراه موجود الحاضنة الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها القوات النخبة الحضرمية والالتفاف الشعبي الكبير التي نراه في الشارع الحضرمي الغير مسبوق، لهو أكبر مثال وأكبر دليل على وجود هذه
الشرعية الشعبية والتفويض الشعبي. وهذا لم يأتي من أي فراغ. فالنخبة الحضرمية اكتسبت هذه الشرعية بحق وجدارة من خلال تضحيات أبنائها وقواتها في معركة التحرير في حضرموت. يعني فأي مساس نراه نحن وأبناء حضرموت في الخارج بالنخبة الحضرمية هو مساس بحضرموت الأرض والإنسان. أشكرك. وكأي أشكرك. منظومة قد تكون هناك تجاوزات، لكن دائما هناك في هناك طرق وأطر قانونية محددة، ونأمل عدم مساس بهذا الإنجاز الحضرمي الكبير. أشكرك يا محمد. ونادي أبناء حضرموت بالتفاف حول ذلك. أشكرك وعلى اتصالك من كندا. أشكرك. قاضي رايد يتكلم الأخ محمد أنه يعني أسمعته أنه النخبة الحضرمية اكتسبت شرعيتين، شرعية دستورية وشرعية شعبية. بنتكلم عن الشرعية الشعبية، لأن الشرعية الدستورية خلاص قد افتينا فيها. يكفي النخبة عزة اجتراح البطولات في تطهير هذه الأرض الطيبة من رجز التنظيمات الإرهابية. واجترحت هناك ملاحم في المسيني وفي قارة الفرس وسقطوا ضحايا كثير، وكان الأحرى بالدبلوماسية اليمنية أن تكون أول مدافعين عن النخبة الحضرمية باعتبارها مكون هام جدا في استتباب الأمن في حضرموت. وبرضو يعني من ضمن المكونات العسكرية الهامة في القوات المسلحة اليمنية. وأنا يعني أرى أن رئيس الدبلوماسية اليمنية أن يسحب التوصيف المشين وأن يصحح ما وصف به النخبة بهذا الوصف. وأرى أن تكون هناك يعني التفاف شعبي حول السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن فريد سالم البحسني لإلزام رئيس الدبلوماسية بتصحيح هذا الوضع. أشكرك. طبعا أيها الأعزاء، موضوع الحلقة الأول عن النخبة الحضرمية انتهى. أشكر لكم متابعتكم، وأشكر أيضا ضيفي الأستاذ العزيز محسن سالم نصير القيادي بمؤتمر حضرموت الجامع على مشاركته معنا. أشكرك يا أستاذ محسن، وأتمنى لك التوفيق دائما، وإن شاء الله تكون لنا مشاركات قادمة. أشكرك. أيها الأعزاء، لحظات ونعود إليكم بعد هذا الفاصل لندخل الثانية. إلى أين وصلت قضية الصحفي عبد الله بكير ورفاقه؟ فابقوا معنا.